النجم سعد الصغير مبروك، الف مبروك، تقول ايه لكل جمهورك اللي صوت لك النهارده؟ انا بشكرهم، بشكر كل الجمهور اللي صوت لي النهارده الطيبه كلها، وانا بقول لامي دي دعوتك يا اما، ربنا حبب خلقه وفي يروح يا رب، ربنا حبب خلقك يا ابني، فهي دي احلى دعوه. عارف امك تقول لك روح ربنا حبب الناس فيك وحبب خلقه فيك، فهي ديت النهارده كل الليله دي النهارده معمول ان انا بس تصويت، لكن انا مش افضل مطرب ولا حاجه. هي بص انا مسمي الجائزه دي بص محبه الناس بس، لكن في مطربين افضل مني. ما انت ما تقول ايه افضل مطرب كده، ما انت بتختار بقى سلطان فيه. حلو قوي بهاء سلطان، شفت عوده بهاء سلطان مره تانية للساحه ازاي؟ انا فرحت لان انا بحب صوته، مطرب متمكن قوي، فحبيت صوته وربنا يكرمه ويرجع لنا بقى الحاجات الجديده بتاعته. قول لي بقى الجديد بتاعك انت ايه؟ الجديد انا عامل برنامج خير كده على قناه الشمس، شفناه وشفنا دموعك اللي دايما بتنزل فيه، وبجيب اصوات جديده انتوا مش مدين المساحه ليها، فانا بجيب الاصوات ديت وبعالج الناس، بناشد برضو من خلالك دكاتره، بدل ما اتبرع بفلوس برع بعمليه. بس ده انا عندي في البرنامج مفيش تبرع، الشمس بتدينا على قد الحالات، فواحد عايز تعمل قلب مفتوح هجيب لها 115000 جنيه، فبخلي دكتور من خلالك يجي يعمل لنا العمليه دي ببلاش وكده، وكلنا مع بعض كده وربنا يكرمنا كلنا. ليه مصعب الصغير بقت دايما موجوده في البرنامج، بنشوفها قريبه على طول، دموعك بقت قريبه في البرنامج، عشان انا حاسس الحلقة. انا كنت كده زيهم، انا الناس دي كنت اقل منهم كمان، وعارف كان ابويا مثلا ببقى عيان اقول لها بس اعملي شويه ميه كده دفيه عشان الحراره عاليه وبتاع، لان هو يوديني دكتور اللي معهوش فلوس، دكتور معهوش فلوس اللي فممكن عيل يموت يعني. في ناس، انا برضو ريهام سعيد كانت بتعمل حاجه، كانت بتجيب الاطفال عندهم الثقب، دول الثقب ده بتقعد 6 اشهر في الطفل اللي مولود، بس 6 اشهر بيموت، فكانت ريهام سعيد بتعمل الحاجه ديت، فماش حد موجود دلوقتي.